تفاصيل اكتر عن الجلسة وقلت بتحبني اشرح لك اكتر. اوكي، طب خليني بستخل شوية معلومات بشرح لك ومنبلش. اوكي، طيب بخصوص الجلسة الاستثنائية، هي جلسة جديدة متوفرة عنا بالعيادة بالنسبة للأشخاص يلي كتير عم بيكون مكلف بالنسبة لإلهم إنه يزورونا بالعيادة كذا مرة من ناحية التكلفة ومن ناحية الوقت. فعملنا هاي الجلسة مدة الجلسة ساعة، بيكون فيها 10 محفزات مختلفة بتساعد الشخص على النوم وبتساعد الشخص إنه هو يعرف أي أكتر محفزات عم تساعده على النوم، وهيك بيقدر انه يشتري كورس اونلاين ويطبق هذا الكورس بالبيت بطريقة الـ ASMR بالضبط بدون الحاجة انه يرجع على العيادة تماما. طيب اوكي، بتحب نبلش الجلسة؟ تمام. طيب بالغرفة رقم 12 على ايدك اليمين باخر الكوريدور. ايمن ورا
استجمعت شجاعتي بعد أن اعتراني شعور بالخجل وتعرقت قليلا لأتحدث إلى شمس التبريزي، فقد كنت أنوي أن أسأل
وبالرغم من أننا كنا نعيش تحت سقف واحد، فإننا لم نلتقي أبدا. لكن في هذا الصباح، بينما كنت أكنس الفناء، ظهر شمس إلى جانبي وبدا لي أنه في مزاج يمكن التحدث معه. في هذه المرة لم أتمكن من التحدث إليه لفترة أطول فحسب، بل تمكنت أيضا من النظر في عينيه. سألني: كيف تسير الأمور يا عزيزتي كيميا؟ سأل مبتهجا. بدا شمس مذهولا وكأنه استيقظ من النوم للتو، أو أنه رأى رؤيا. فقد علمت أنه بدأ يرى رؤى، وأنه تعلم الآن تفسير الإشارات. وكان كلما رأى رؤيا شحب وجهه وأصبحت عيناه حالمتين. ما يروح كتير من وقت الجلسة، بس يعني أتمنى تكون حددت موقفك. في حال القراءة بتساعدك إنه أنت تحس بالاسترخاء وشعور بالنوم ولا لا؟ ولا بنروح على المحفز اللي بعده. المحفز اللي بعده هو صوت الورق. كتير في ناس بيعني له صوت الورق، وعن جد بيساعدهم يسترخوا لساعات طويلة. فرح نحاول نجرب. كيفك مع صوت الورق؟ اوكي، طيب هلا منجرب. المحفز اللي بعده غريب شوي، اللي هو صوت الفراشين سواء مع بعضهم أو على المايك. لهيك رح أحاول إني ما أحكي كتير مشان تركز بالصوت. Thank you.
Spot.